السلام عليكم. غنحاولوا نكملوا على الفيديو ديال الاشكال الغير المحدده والنهايات، وغنشوفوا هنا واحد المثال اخر. اف لي اكس تساوي اكس اس 2 زائد 2 اكس. الا مثلا نطلبوا منا نحسبوا نهايه الداله اف عندما يؤول اكس الى ناقص ما لا نهايه. مثلا بغينا لا ليميت ديال اف لي اكس عندما يؤول اكس الى ناقص ما لا نهايه. اكس يؤول الى ناقص ما لا نهايه، غنشوفوا هذه شحال عطاتنا، ونشوفوا هذه شحال عطاتنا، ونديروا عمليه الجمع. دونك عندنا لا ليميت ديال اكس اس 2، دونك كنا درناها في ناقص ما لا نهايه، كنا درناها في اكس اس 2. شنو هي ناقص ما لا نهايه؟ اس 2 كيعطيني زائد ما لا نهايه، لان الاس زوجي، دونك تساوي زائد ما لا نهايه. و لا ليميت ديال جوج اكس عندما يؤول اكس الى ناقص ما لا نهايه. دونك كتلاحظوا ما بقاش كندير داك السهم، هو الا بغينا نديروه كنديروه، ما بغيناش راه ملي كنديروه ناقص ما لا نهايه هنايا، يعني راه اكس يؤول الى ناقص ما لا نهايه. الا عوضنا اكس بناقص ما لا نهايه، ناقص ما لا نهايه مضروبه في جوج، وجوج هو عدد موجب، قلنا ناقص ما لا نهايه نضربوه في اي عدد موجب كيبقى ناقص ما لا نهايه، دونك تساوي ناقص ما لا نهايه. دابا هادي عطاتنا زائد ما لا نهايه، وهادي عطاتنا ناقص ما لا نهايه. اذا الا جمعنا زائد ما لا نهايه وناقص ما لا نهايه شنو عطينا؟ هذا حتى هو شكل غير محدد، يعني ما كيتحسبش، شكل غير محدد، يعني خصنا نقلبوا على طريقه اخرى باش نحسبوا النهايه. دونك غنزيدوا هذه الخاصيه حتى هي ان ناقص ما لا نهايه وزائد ما لا نهايه شكل غير محدد. دونك نقدروا نضربوهم بيناتهم، كيعطيونا ناقص ما لا نهايه، لان ناقص في زائد كيعطينا ناقص في الضرب، ولكن باش نجمعوهم لا، شكل غير محدد. نجمعو زائد ما لا نهايه مع زائد ما لا نهايه كتعطينا زائد ما لا نهايه، نجمعو ناقص ما لا نهايه مع ناقص ما لا نهايه كتعطينا ناقص ما لا نهايه. يعني هادي ما هادو ماشي اشكال غير محدده، الشكل غير محدد هو ملي كنجمع ناقص ما لا نهايه مع زائد ما لا نهايه كيعطينا شكل غير محدد. هذا ما كيعنيش كما قلت بان هذه النهايه ما غاديش نحسبوها، ولكن غنقلبوا على شي طريقه اخرى باش نحسبوا هذه النهايه هذه. ولي تكنيك ماشي بزاف ديال الحوايج باش يبرزطونا. نقدر مثلا هنا عندي اف لي اكس، نقدر مثلا نعمل مادام انني كنعرف بان ناقص ما لا نهايه الا ضربته في زائد ما لا نهايه، ولا ضربت ناقص ما لا نهايه في ناقص ما لا نهايه، ولا زائد ما لا نهايه، ما كيعطيونيش اشكال غير محدده. ممكن نعمل باش نحول هذاك الجمع، نحوله الى جدا باش نفك راسي بداك الجدا. دونك مثلا لدينا اف لي اكس، لدينا لا ليميت اف لي اكس عند ناقص ما لا نهايه تساوي لا ليميت. هنا كنلاحظ بان كاين واحد العامل مشترك، شنو هي اكس اس 2؟ اكس اس 2 هي اكس في اكس، طبعا نبسط مزيان، اكس في اكس زائد جوج اكس. دونك هنا في التعميل كنشوفو العامل المشترك، العامل المشترك بين هادي وهادي هو اكس. دونك غنعمل بهداك اكس تساوي لا ليميت ديال اكس، هذا عامل اش كيبقى ليا انا؟ كتبقى ليا اكس زائد جوج، مكنديش زائد جوج اكس، هذاك العامل باش عمل مبقاش كيتعاود لداخل، كيكون على برا ديال القوس، وكيبقى لي اكس زائد جوج. نعاود ندير نفس المراحل، لدينا و لا ليميت اف دي اكس، لا ليميت ديال اكس، نحسب ديال هادي بوحده، ودير هادي بوحده، ودير عملية الجدا، لأن هنا عندي الجدا. لا ليميت ديال اكس عند ناقص ما لا نهاية، اكس في ناقص ما لا نهاية هو ناقص ما لا نهاية، و لا ليميت ديال اكس زائد 2 عند ناقص ما لا نهاية يساوي هنا اكس ناقص ما لا نهاية. الا زدنا عليها جوج قلنا ما غاديش تاثر فيها، كتبقى ناقص ما لا نهايه. اذا لا ليميت ديال اف لي اكس هذه عطاتني ناقص ما لا نهايه، وهذه عطاتني ناقص ما لا نهايه. ناقص ما لا نهايه نضربها في ناقص ما لا نهايه، قلنا اش كيعطينا؟ ناقص في ناقص هو زائد، دونك كيعطينا زائد ما لا نهايه تساوي زائد ما لا نهايه. اذا نهايه الداله اف عندما يؤول اكس الى ناقص ما لا نهايه هي زائد ما لا نهايه. غنعاود ناخذ مثال اخر واخير. مثلا اذا كان عندنا اف لي اكس تساوي اكس اس 2 مثلا ناقص 1 على اكس ناقص 1، هذه مثلا طلبوا مني نحسب النهايه عندما يؤول اكس مثلا الى 1. لا ليميت ديال اف لي اكس عندما يؤول اكس الى 1. غير الله يرضي عليكم باش ما تخلعوش، راه كيما كنحسبوا الصوره كنحسبوا النهايه.
كما فاش انا كنعوضو اكس كنعوضو غير فاش كيخرج لينا هادوك الاشكال الغير محدده اللي قلت لكم دوك الثلاثه وغنزيد واحد اخر. هنا كنحبس كنقلب على طرق اخرى باش نحسب النهايه. مثلا هنايا بغيت نعوض، قال لي ملي كيكون اكس كيقرب من واحد اشنا هي النهايه ديال اف لي اكس، غنعوض اكس بواحد تساوي اكس الى عوضها بواحد، واحد وستنان هي واحد ناقص واحد، غنعوض هذيك ستاو بواحد ناقص واحد وغتعطيني صفر على صفر. اش كتساوي صفر على صفر؟ حتى هو شكل غير محدد، دونك صفر على صفر شكل غير، وندير غير الحروف الاولين شكل غير محدد. اذا شنو خصني ندير؟ خصني نقلب على طريقه اخرى باش نحسب النهايه. اشنو غادي ندير؟ قلنا دائما كتجريو لذاك التعميل اللي لان الجداء ما عنديش فيه بزاف ديال المشاكل. دونك شنو غادي ندير؟ غنحاول هذاك المقام اللي كيشكل ليا المشكل نحاول نختزل، يعني مثلا الا كان لقيت نختزل. مثلا هنا عندنا متطابقه هما اف لي اكس، هنا اف لي اكس تساوي اكس اس 2 ناقص 1 على اكس ناقص 1، هذه ا اس 2 ناقص بي اس 2 متطابقه رقم 3. متطابقه شنو هي؟ هي ا ناقص بي هي اكس ناقص 1 عامل ل ا زائد بي هي اكس زائد 1 على اكس ناقص 1. دونك عندي اكس ناقص 1 مع اكس ناقص 1 الفوق كنختزل. علاش اختزل؟ لان عندي هنا الضرب، الاختزال كيكون عندي فقط فاش كيكون عندي الضرب. اش كيبقى ليا؟ اكس زائد 1. اذا النهايه دونك غندخل غير غنزيد النهايه، ليميت تساوي ليميت تساوي ليميت ديال 1. ملي كنختزل اكس ناقص 1 اش كيبقى ليا؟ اكس زائد 1، الا عوضت اكس بواحد، 1 زائد 1 هي 2. دونك نهاية الدالة اف عندما يؤول اكس الى 1 هي 2. دونك نتمنى انكم استفدتوا، نتمنى انكم فهمتوا شوية، لمستوا شوية المفهوم ديال النهاية. ودائما عوضوا، والاشكال الغير محددة هي هاد الربعة هادو. دونك صافي دابا غنديرو هذا الخلاصة، ان صفر على صفر، لانفيني على لانفيني، بليز لانفيني الى جمعناها مع موان لانفيني، ولا صفر الى ضربناه في لانفيني. ملي كندير لانفيني يعني سواء كانت زائد ما لا نهايه ولا ناقص ما لا نهايه. دونك هادو كلهم الاشكال الغير محدده، هادو اشكال غير محدده. ملي كيخرجوا لك هادو يعني خصك تقلب على شي طريقه اخرى باش تحسب هذيك النهايه. دونك نتمنى انكم استفدتوا، وما تنساوش دائما تبارطاجيو مع اصحابكم وتابوناو في لاشين الى عجبكم الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله تعالى.